بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المجلس هذا كان ثمرة لقاء بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس أردوغان. تم يعني التوقيع على اتفاقية إنشائه في إبريل الماضي. هذا هو الاجتماع الأول. طبعا هذا المجلس مهم جدا جدا، هو يحول العلاقات بين المملكة العربية السعودية إلى آلية للتعاون بين البلدين. كما تعلم أن المملكة العربية السعودية وتركيا تعتبر يعني أحد القوى الإقليمية المؤثرة، تعاونهم حيكون له انعكاس جيد على البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية. هنالك دور تكميلي يعني بين المملكة وتركيا في كثير من الأمور التي يعني المملكة تختص فيها وتكون يعني تركيا تحتاج إليها، والعكس كذلك. أنا في تصوري أن المجالات هي متعددة، وحاليا يعني تقريبا هنالك 8 جهات من المملكة أتت إلى هنا، ف يعني المجلس مبشر، وبمشيئة الله سنرى نتائج أعماله في القريب العاجل. هي طبعا المجالات متنوعة، يعني نستطيع أن نتعاون مثلا على سبيل المثال في مجال الطاقة. المملكة يعني بلد منتج للطاقة، تركيا لديها موقع استراتيجي يمكن أن يتم إنشاء الكثير من المصانع أو المصافي، ومن ثم يتم التسويق. نستطيع أن نتعاون في مجال البتروكيماويات، والمملكة لديها يعني خبرة واسعة في ذلك. نستطيع أن نتعاون في مجال الأمن الغذائي، نستطيع أن نتعاون في مجالات الدفاع. يعني بصفة عامة المجالات متنوعة، وبمشيئة الله يعني الاجتماع سيكون اليوم وسنرى النتائج. وأشكركم جزيلاً.